في المؤتمر الدولي للمدن الذكية، والذي يأتي تحت عنوان رؤية مستقبلية. يجسد هذا المؤتمر الفكر البيني بضمه كافة الفروع الهندسية من خلال 6 محاور للبحث العلمي والتطبيقي في مجال المدن الذكية. إن إقامة هذا المؤتمر الهام في قلب العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى أن يتعرف المشاركون والمجتمع العلمي على ما تم إنجازه وما هو مخطط على أرض الواقع فيما يخص هذا المشروع القومي الرائد. الفكرة كانت عظيمة، وأنا بتمنى أن اليومين الثلاثة الجايين وأحاول أكون موجود مع حضراتكم على أكثر وقت ممكن، أن نستفيد كلنا من هذه الأبحاث والأفكار والرؤى وتبادل الخبرات مع الخبرات العالمية الموجودة اللي هتضيف أكيد لأفكارنا وتطبيقاتنا. أنا الحقيقة حريص على أن مخرجات هذا المؤتمر إن شاء الله بتبتدي ممكن انها كل في مجاله يقدر يستفيد منها لدفع عمليات التنميه في المدن الجديده اللي هي مبنيه على المدن الذكيه. سيدات والساده، اترك حضراتكم الان للذهاب الى افتتاح معرض الشركات والذي يتضمن احدث مشروعاتهم وابتكاراتهم في مجال المدن الذكيه.